الأعشاب أنا كنصح أننا نشربوهم مرة في اليوم فقط، كيف ما بغات تكون هاد الأعشاب، كيف ما بغات تكون أختي سناء. وهنا حتى هاد الخليط هذا ديال الأعشاب خليط اللي فيه مشاكل، فيه أعراض جانبية. فمثلا إذا خلطنا الزعتر مع القرنفل كيمكن يأثر لنا على الدورة الدموية. إذن هنا مثلا في هاد الأعشاب كيمكن نديروا الزعتر مع الزعتر مثلا، إذن الزعتر مع الزعتر نص معلقة صغيرة من كل حاجة كنديروها في البراد مويان ديال الأسرة. إذا انت كيطبخ مزيان اتاي يطبخ مزيان يطلق، عاد كنهزو ديك نص معلقه ديال الزعتر وديال الزعتره وكنديروها فيه وكنستافدوا منه وكنخليوه حتى كيطلق وكنشربوه. قرنفل انا ما كنصحش باننا نستعملوه فاتاي، لان انا هضرنا وقلنا بان خمسه ديال العويدات ديال القرنفل هما اللي مسموح بهم الفرد البالغ انه ياخذهم في النهار، وما يكثرش منهم لان ديك ماده لوجينول اللي فيهم صعيبه على القلب وصعيبه على الشرايين، فنحاولوا اننا نتجنبوا هذه الماده. تكلمات نعيمه على اعشاب اخرى. اكيد فانا كنفصلها اختي سناء. اليزير كيطلع الطونسيون، اذا الناس اللي عندهم طونسيون ما يشربوش اليزير لانه كيطلعوا بواحد الصفه كبيره. كيف مثلا اللويزه كطيح الطونسيون؟ اكيد فاليزير غادي ناخذ نص معلقه صغيره ديالو براد مويان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طونسيون. اللي عندهم طونسيون حاولوا انهم يتجنبوه. اللويزه كذلك كما قلت اختي سناء انها كتهبط الطونسيون، لا فيربين كتهبط الطونسيون او الضغط الدموي. فاللويزه كننصح باربعه ديال الوريقات في براد مويان كيمكننا نستافدوا منها وما تعطيناش اثار جانبيه. غادي نمشيو للزعفران الحر، غير الزعفران الحر مزيان جوج شعيرات في براد مويان ماشي مشكل، غير هو ما كيتطبخش لان ماده الصفخانول اللي كتخلط بالماء كتعطينا مع درجه الحراره اللي كتكون مرتفعه كتحول الى مركب سام وكيمكن تاثر لنا على الدماغ. علما انه الزعفران الحر دكتور عماد خصنا طبعا ناكدوا على انه ما نكثروش من الكميه ديالو، بالفعل لانه هو كينشط الدوره الدمويه وبالتالي كيكثر او كيسرع دقات ديال القلب. وانه اليوم دراسات كتبين الى الانسان شرب مثلا في مره واحده واحد الجرام كامل ديال الزعفران الحر لا قدر الله ممكن تجيه سكته قلبيه. ممكن يجيه اغي كاردياك. اكيد. وحتى العريقات اللي كيكونوا عندنا في الدماغ ديالنا كيمكن يوقع لهم واحد الانفجار، فتا هو كيمكن يعطينا هذه السكته الدماغيه. يعني جوج شعيرات ماشي اكثر. هل هناك اعشاب اخرى اللي تكلمات عليها نعيمه في هذه الخلطه؟ فقط وفي الصحراء كيستعملوا الطلح. الطلح اللي هو كما قلنا واحد الماده صمغيه اللي كيفرزوها لنا النباتات. الطلح حتى هو نردوا ليه البال، ناخذوا منه نص معلقه صغيره ديال الطلح مطحون في براد مويان ديال الاتاي. اذا الخلاصه نعيمه نقولوا لها الاحسن الاب ديالها دابا يبدا ياخذ فقط الزعتر والزعتره ما يخلطهمش مع اعشاب اخرى. الا فضل يمشي لمذاق او عشبه اخرى، شنو هي العشبه اللي غتنصحوا في هذه الحاله؟ هنا اللي ما غتكونش فيها مضره كاين مرد الدوش مزيانه، كاينه تيميجه حتى هي راه موجوده دابا ديال الوقت ديالها، العطرشه حتى هي من النباتات اللي مزيانه، والانواع ديال النعناع الملقم في الليوي تبارك الله راه حنا النعناع غني كثير. الناس اللي كيتصنتوا لينا الا هما من عشاق الزعتر، ملي كنشحروا البراد اتاي كنزيدوا فيه ديك المعلقه ديال الزعتر يكون منقي، كنحيدوا منه دوك العويدات وكنطلقوه في البراد. واليوم كيتباع ايضا عباره على اكياس بحال دي تيزان اللي ممكن نديروهم في البراد. الزعتر شحال د الوقت ممكن نستعملوه ولا نشربوه؟ فالزعتر انا كنصح به نديروه جوج المرات في الاسبوع فقط ماشي كل نهار. ماشي كل نهار لان علاش؟ غادي ياثر لينا على الدوره الدمويه ديالنا وكياثر على الكبد، فكنعطيو داك الانترفال يعني داك الفارق ديال اليومين باش الكبد كيتصفى وكنعاودو ناخذو الزعتر، حيت خصنا نردو البال. كما كنقول اعشاب دائما واخا كتكون نافعه كيكون فيها بعض المواد اللي كتمشي للكبد وكيخصنا نتخلصوا منها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.